سعد وانا بعد في بلا شاك عبقتني وانا بعد كلمة مطبق ولا كلمة هلا سعد وانا بعد في بلا شاك عبقتني وانا بعد كلمة مطبق حول يمين حول يسار مرة يمين مرة يسار سفر يمين سفر يسار أم العلوم ونشر الأخبار أبغتني أنا وسعد في بلا شاك أما تصيب ولا تخيب يلا سهلا أبغتني أنا وسعد في بلا شاك أما تصيب ولا تخيب يلا سهلا تصيب تصيب حاول يمين حاول يسار مرة يمين مرة شمال حاول يمين روح يسار يسار مرة يمين مرة يسار شفي وانا بعد على الوعد في بلا شاك تسمعوني يا شباب؟ لا 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 أحم أحم تسمعوني؟ طول صوتك أحم أحم ألو تسمعوني الحين؟ روعت لي يا يبا روعت لي بسم الله الرحمن الرحيم بادئا ذي بدء أعتذر عن هذا الخلل الفني الغير مقصود نعم. سيداتي سادتي آنستي مرحبا بكم في هذا الحفل الفريد من نوعه الحفل اللي يخلي اللي برع واللي داخل يتعجبون ويفكرون شلون التماسك والتلاحم بين الأصدقاء هذا الحفل إنما ينبع من صنبوري صنبوري؟ لا 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 يقصد صميم 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 قلوبنا نعم صميم قلوبنا لا لا يا جماعة في اللغة العربية كلها ما في قلوبنا 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 ينبع من صميم قلوبنا المليئة بالحب لا 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 يا جماعة الحب في الملعب الحب الحب حب المليئة بالحب من أخوة لأختهم لا لا يا جماعة لا 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 هدوا يا جماعة يقصد من إخوة لأخوهم صحيح صحيح كلام أخوي فيصل من أخوة لأخوهم والآن قبل أن نبدأ فعاليات الحفل نطلب من أخونا سعد يعطي كلمة وسمعونا صفي حق أخونا سعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صفقة إنني يا أخواني إنني فخور فيكم وأنا بالصراحة مستانس فياكم والله يا أخواني ما أدري إيش أقول يعني صراحة اعذروني إذا أنا يعني يوم من الأيام قلت شيء كذي ولا شيء ولا إني جبت العيد ترى هذا عوايدي ترى هذا ساعات تضرب عندي حلو ها صفقة حتقول صفقة صفقة شكرا 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 وأنا يعني صراحة يعني أنا مستانس مستانس ان انا اليوم عندكم هني وبعدين يا ربع يعني انتم جايين عشان تدعموني بس مو بتدعموني بسياريكم لا 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 تدعموني بالفلوس انا احب الفلوس احب ولا ليه يا قندور انت تحب الفلوس ها وانا يعني وانا صراحه انا فخور فيكم فخور 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 صفقه 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 سعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم من هذا اللي حرك تلفوناتي باتصالاته يبون يصيدوني عيلة ما عرفته حسن حال متتناكل من الصابع الحرامي اين الصابع الحرامي تبي تاكل فلوسنا وقايل لنا اليسا والله اذا ما رجعت فلوس الانكسر تكسر هني كسرت تكسر وانت تقول فلوسنا يا حبيبي صل على النبي ترى فلوسكم كلها موجوده
تبارك الرحمن، كل هاي حق عشان اليسا؟ شوف يا يبا، انا الغلطان اللي ابي لكم الفايده. اي فايده؟ ايش تقصد انت؟ انا شخصاً عقب ما مسكتوني وطرقعت كتفي انتوا يا هاي، فلوسكم كلها موجوده لكن برجعها عليكم وانا باخذ الفايده. لحظه يا اخوي، ممكن بس تفهمنا السالفه، شكلنا فاهمين الموضوع غلط. بس ممكن تفهمنا موضوع التذاكر اللي قلت عليها انها حفله اليسا؟ اي هذا الكلام الطيب ما بنطابقني، تبي كتفي؟ حول ولا قوه الا بالله. شوف يبا، موضوع اليسا سهل وبسيط، هي كانت معي في نفس الصف اللي احنا فيه. والله يا مريوم يا حبيبتي، الريايل ما بحسن منه في شيء، وانا وامي جايين اليوم عشان نساهم ونساعدكم، وهذا المبلغ عني وعن اسرار، وحتى امي اصرت تساعد معانا. ايش لو ما تبين اساهم يا ندى؟ عاد انا صدق قاعده اجهز حق الخطوبه ووراي زواج ومصاريف، بس ما اقدر اتاخر على الواجب، وبعدين ترى اللي غالي على ابو هلال غالي علي انا. بصراحة ما قصرتي يا أم ندى، وأنا ما أدري شلون أشكركم، مشكورين يا جماعة، ما قصرتوا. ما سوينا شيء. إي والله يا يمه ما قصرت، الله يجزيكم خير يا ربي. يا رب. إلا بغيت أسألكم عن هذه شو اسمها؟ أخبار؟ ما أدري والله شو اسمها، ويني ما أشوفها. يمه تقصدين أسرار. إي هذا هي أسرار يا يمه، ويني؟ ما أدري عنها، بس كانت متفقة معانا تي معانا اليوم. أكيد صايدة خبر وقاعدة تنشر فيه. أكيد أسرار. حلا يمه روحي فتحي الباب وروحي غرفتك. إن شاء الله. روحي يا يمه، الله يحفظك ويستر عليك يا رب. حلو 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 حلو. والآن مع جانب من المتعة مع لاعب خفة اليد الساحر المخضرم الصديق الصادق. انت خفت يد مو طبيعيه. اي والله الله صل عليه. الله الله حلو حلو الله. شيء غريب. الله الله والله والله عجيب. شلون يولعها؟ نار نار. الله 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 هذا ولع. السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ حياكم حياكم بنات، لا تستحون البيت بيتكم، تفضلوا تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام، ايش عقبه يا يمه؟ ايه البيت بيتكم يا يمه. خلوني اعرفكم، هذه الدكتورة زينب محاضرة في المركز اللي فيه سعد أبو هلال. ها؟ وهذه أميرة سكرتيرة مدير المركز. خلوني احنا نعرفكم، هذه ندى زوجة أبو هلال، وهذه مريم زوجة سعد، وهذه هدى أم ندى اللي رايلها أبو هلال، وهذه هدية اللي أنا قلت لكم عنها. تشرفنا. اي حياكم الله، نور البيت بوجودكم. أقول ندوي ندوي، هالعلة من وين تعرفهم؟ وانا ايش دراني؟ بس هذه أسرار، تعرفينها عادل؟ أسرار روح حبيبتي. حبيبتي من وين تعرفينهم؟ وي حبيبتي أنا أسرارو أم العلوم، ما في شيء ينخش علي، أنا حتى زوجة مدير المركز أعرفها. وي وي حسبي الله على العدو، بعد نقصتي عند مديرة ما أدري مديرة مركز، هاي تعرفين مرته؟ لا تستوي زوجة مدير المركز. وي حسبي الله على العلو، وين وصلتي لهم؟ اسمحوا لنا يا جماعة يناكم من غير موعد، بس أول ما درينا بالسالفة على طول قلنا لازم نساهم معاكم، وترى سعد إنسان محترم وطيب وكلنا نحبه. لا والله
يعني أنا أقصد كلنا في المركز أكيد نحبها. والله أول ما أصرر قالت لي عن الموضوع قلت على طول بروح معاها عشان أجي وأساعد معاكم. أقول أنت معرسة؟ لا مش معرسة. روح لها روح لها. حرقني الله لا يبارك فيك لكن الفلوس حلوة احرقني وعبني فلوس شويني قول لك شايف الساحل عجيب صراحة اقول بهلال والله صديق هذا مو سهل وانا ما اتفق وياها هذا خليه يسحر هديه ويخفيها ولا بنشاف ولا بندر ايش رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم فلان بسم الله الرحمن الرحيم فلان فلان يا لا لا يا فلان اقول لك انا وين كنت شو اللي صار شفت يا خلطباس يا خلطباس الله لا يبارك فيه هذا زين اللي ما قلبني شادي هذا يا سلام حيا الله الدكتور ها شلون الحفل معك ان شاء الله مستانس جميل جميل حفل جميل وبعدين الإنسان لما يكون في محنة والناس تتلف حوله يا سلام غمة الرقي تكلمني دكتور تكلم نفسي بلا هالوحدانية اللي انت عايشها احنا انا صحيك اقول ليش احنا ما تتزوج فرصة انا 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 فاتني الحمار حمار ايوه دكتور ما زمان في زمننا ما كان في قطار الله يهديك دكتور لا حمار ولا قطار بالعكس انت ما فاتك شيء كل المواصفات المطلوبه موجوده فيك الوسامه عيونك تبارك الرحمن وسع عيون الغزال حتى ستايل الشعر ستايل محمد صلاح لا وانت احسن محمد صلاح هو غروب الشمس وانت شروق الشمس تبارك الرحمن يا اخوي يا حسن ما ما ما, ما تملي راسي بالكلام الكبير ده لنفتكر انه انا يا حسن بالمواصفات اللي قلتها دي مين ترضى بواحد في العمر ده عفو عليك يا دكتور خلها علي بس انت قول موافق اذا كده انا موافق بسيط ويا مريوم الحقي فرجت ومطرشني رساله ويقول لي ان الحفله فل 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 والتذاكر كلها انباعت يا جماعة أنا على ذنكم عندي مكالمة ولازم أرد إيه تفضلي إيه روحي البيت بيتك على ذنكم ألو ألو أبو محمد أبشرك لقينا المعرس والآن مع خفة الدم مع الكوميديا مع حلاوة الروح مع الستاند اب كوميدي محمد السني اقوى 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 ايوه استاذ ايوه استاذ
اولا في بادئه زي بدء هقول لكم كلمات ماسوره. اذا لم تستطع ازعاد نفسك عجن على الاخرين. واحد كان داخل صبق بتاع حصين، فراح كلم صاحبه قال له يا اخي انا عايز اصابق والحصان بتاعي كحيان ما سريعه. قال لي انا عندي صاحبي بتاع عشاب يعمل لك عشاب يخلي الحصان سرعته تبقى اسرع من الصاروخ. فعلا راحوا بتاع العشاب خلط لهم خلطه وكلكل لوزات الحصان وقال له الحصان ما بيمشي الا بكلمه. تقول له كفشنجكن الحصان بيمشي كفشنجكن. ايوه كفشنجكن. تقول له كفشنجكن الحصان بيقيف. ركب في الحصان بلعوا الاحشاب قال له كفشنجكن الحصان كان. كفشنجكن الحصان كفشنجكن الحصان الحصان بقى زي الريح وهو ماشي لقى لافتة مكتوب عليها إلى هاوية سحيغة وبيقى عايز يوقف الحصان يقول له كفشنكو كفشنك الكلمة طارت منه كفشنك كفشنكو كفشنك. بيقى على شفة حافة من الهاوية قال كفشنشكن الحصان وقف قال الحمد لله ما قلت كفشنشكي. خلاص يبا هيا اطلع بس كفشنك. سلمان ايش فيك كذي واقف متسمر كأنك صنم؟ انا ما قالت لك ان عندي حريم؟ يلا اطلع ولي راحوا الحريم بسوي لك تليفون. ان شاء الله يما بروح. ايش فيك واقف؟ ان شاء الله يلا فضحتنا اطلع. ان شاء الله يما ان شاء الله بروح. عندناك عندي مكالمة. اوكي حبيبتي. الو على يدان يدان على يداه يدان آه يدان دان دان دان. يا جمهور مستانسين ولا لا؟ مستانسين ولا لا؟ إذا مستانسين سمعوني صفقة واحدة واحدة واحدة. كفو عليكم والله. والآن نترككم مع صاحب الصوت الشجي كوكب الجنوب الفنان المشهور المغمور البلبل اليمني الفنان علي رمشان. بارك يحب القروش يحتفظ بها بالمحل بارك ما يعطي بلاش وان عطى خذاها دبل وانا تعب ترتجي يرفع الراتب لي انا وانا تعبت الوعود حتى قطع للامل. بارك يا حب القروش يحتفظ بها بالمحل بارك ما يعطي بلاش وان عطى خداها دبل وانا تعب ترتجي يدفع الراتب لي انا وانا تعبت الوعود حتى قطع للامل. اسمع فاصل اسمع ايوه ويا مسعد يا محمد اسمع هذين وهبش ايوه وانا تعب ترتجي يدفع الراتب لي انا
الوعود حتى قطع للأمل وصل الليل الدرسين حتى قطع للأمل وصل الليل الدرسين يا جماعة نأسف لهذا الخلل الفني البسيط شويات وبنحله شويات طلع على بالي الكيبل كيبل في ظفر شلون صبعي هاي ايش فيك شو السالفه اقول روح افصل لي الكهرباء بسرعه سامح الحين بوصلها بس وصلت حلو والله فنان يا ابو هلال فعل لي انا كهرباء عود انا شلون بعد هذه شغلتي ضحكتك فيها كهرباء يعني ما يشوفون الكياب اللي هني ما يعرفونها مفصولة أنا ما أعرف بدون إيش كانوا بيسوون في هالحفلة يلا بسم الله الله انتقم لي منكم فلاك الحين هي وقت الحسم فلوس نعد حد بس ها خليك حقاني وفى عليك 1000 ريال ما شاء الله 2000 ريال ما شاء الله 3000 ريال ما شاء الله يا ابو ديارك انت ايش فيك انت ما شفت خير انت ما شاء الله ما شاء الله خلاص مره واحده بتحسدنا انت ايش فيك انت دراني عنه على باله نسيت الاغنيه اللي غناها عليه مساعة ها ما في قروش ها هذا اشق راسك لا لا يا يبا خلي عد 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 هو مساعة يقول بس يقول فرا يقول ما يعفي وما يحب القروش إيه؟ كم وصلنا نسيت كم وصلنا 3000 ايه 4000 ريال 5 6 7000 8 9 10 يا رب هذول ايش بلاهم هذول هذول انا الحين دايخين لا يكون ماتوا لا يبا هذيل ادوهم عندي عندك اي عندي افا عليك بس صبر يحلو ريحة الفلوس احلى من ريحتك الخايس شنو هذا يا تسوني عمتي شل الألوان الحلوة شل اللون الحلو اللي يرن على أظافرك ولا ما شاء الله بشرتك تلق 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 بيضة ما شاء الله راجعت انك 20 سنة كفن كفاتي ايش فيك انتي خلاص خلصت السوالف يتي علي انا ما عندك شيء تتكلمين فيه خلك من شعلك انت من يا بنت الناس يا جماعة سامحوني يا يمة أنا بروح أكل دوي تأخرت أنتوا البيت بيتكم وحياكم الله ونورتوا ترى إن شاء الله العشاء اليوم عندنا إن شاء الله وراحتكم يا يمة ما تقصرين أم ندى يلا شوفيهم يا يمة شوفيهم ما تقصرين الله يقويك الله يرحم والديك يا يمة إلى حد يستحي ترى البيت بيتكم هدية ما تقصر مرة أيودية وفيها الخير أقول أختي مريم الريال اللي شفناه من ساعة أخوك الصغير؟ أي ريال الله يهداك هذه ولدي سلمان إيه إن شاء الله الحمد لله خلاص بركة حطوا فيها حطوا الفلوس خلاص لحظة لا لحظة يا جماعة المبلغ المفروض يكون 55 إذا طلع 48 معناته في واحد بيننا حرامي قاعد يسرق أصدقائه شنو؟ نعم طلع طلع لا انحرق طلع طلع أخي سعد أخي سعد الفلوس وجيبك ها؟ القروش في مخبئك ليش؟ يعني هذا من فلوس السحر وسأل أعطيك إياه والله يا أخوي من فلوس السذكر ها؟ جيب
لا يا يبا تعور يا مخلص ايه فلوس هاشون بعد يا الله ايه انتي انت شايفك غرفتي شلون دشيتي غرفتي انتي ابوي اقعد يا رجل الاعمال يا بزنس مان اي والله انا بفلوس هذا سعد وانا بعد بلا شك عبقتني وانا بعد كلمه مطبق ولا كلمه هذا سعد وانا بعد بلا شك عبقتني وانا بعد كلمه مطبق حول يمين حول يسار مره يمين مره يسار سالفه يمين سالفه يسار ام العلوم ونشر الاخبار أبغتني أنا وسعد في بلا شك لا والله أما تصيب ولا تخيب يلا السهالات ترى الغنى عن الغنى ما هي ملكة وترى الندى مثل الطمع يلا سلامات